حد يرد. انت يا شاهي؟ انت اللي عامل فيا كل ده؟ طب ليه؟ عملت لك ايه؟ ما تردي. ما تنزلوش. انت عارف انت مشكلتك ايه يا داغر؟ انت محدود كده وفاهم الطموح غلط. الطموح مش بس عربيات وفلل وفلوس. ده شكل، والشكل سهل. انما المضمون ده مش سهل، مش اي حد يقدر عليه. المجتمع الكلاسي يا حبيبي لازم تبقى جزء منهم، ما بيحبوش الدخيل. بص عليا، بتكلم زيه، بتحرك زيه، عايشة زيه، ده أنا حتى بفكر زيهم دلوقتي. ده حتى الأكل اللي ما بحبوش علمت نفسي أن أنا أحبه. ده وقت ومجهود تتثقف وتتعلم. غير كده يا حبيبي هتبقى محدث زيك زي أي محدث، شوية وقت وتروح. يعني أنت عاملة الهلومة دي كلها وجايب العالم منفوخة دي ومعلقاني وربطاني عشان تقولي المواعظتين دول؟ كنت كلمني في التليفون. طب أحسن يا شيخ، وفرق على نفسك وقت حد. مفيش فايده.